مرحبا، تحياتي وشفيقاتي جاي سليننج. اليوم راح نتعلم انه الامر الهير اللي هو يكون نصيح كلبك انه يجي يامر رجلك. طبعا تقدر تعمل كلمه بالعربيه او كلمه بالانجليزيه باختيار لك. طبعا اول شيء انه اعطي مكافاه للكلب عمود انه يفهم انه يشكو بايدي او يطيعني بالاوامر. بعدها راح ادخل عليه شويه تدريبات معاده من التدريبات القديمه على مود انه يكون الامر اللي احنا على مياه يكون جاهز 100%. سيت داون اب شيك برافو سبيك سبيك نو سبيك برافو ثرو 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 برافو. هسه الطريقه اللي حاعلمها بيها انه يتبع ايدي تمام نو مو ثرو برافو سيت جود كير. اذا لاحظت منطق اي امر الها نهائيا يعني ما ربطت الكلمه بعد كم برافو برافو سيت برافو. طبعا حيكون التدريب اليوم وان شاء الله باكر اكمل، بس يكون انه خارج البيت. نشوفها انه لازم مثل ما قلت لكم الامر نعلمه بالاخص الهاسكي داخل البيت وخارج البيت، عمود ياخذ الامر داخل البيت وخارج البيت. حنكمل برافو نو كم برافو برافو كريت كير ست برافو 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 شطورة. هسه حبدي اربط كلمة هير مع الحركة. كم هير نو هير برافو كم هير برافو برافو هير هير جود هير هير برافو. طبعا هي تتربط بين ثرو وبين هير. شوفوا يا سيد انا اذا احاول نقول هير انه تكون الجهه مسدوده، يعني اذا كانت مفتوحه حتسمع توقع ثرو. هي كم كم هير 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 نو هير 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 حبيبي هير. طيب طيب هير شطورة برافو. ان شاء الله باشر راح نكمل برا نشوف شلون راح تاخذ الامر 100% او لا. فانه مثل ما قلت لكم انه بالاخص كلب الهاسكي ياخذ الامر داخل البيت وخارج البيت عم تكون 100% اخذ الامر. ايش قد نطلع على هذا التمرين؟ طلع عليه اسبوع وراح تكون امور الكلب 100% انه حافظ على التمرين وما راح تواجه مشكله من تبطيل الامر. اشوفكم يوم الثاني. Sit. Here. Sit. Here. 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 Here.
Go, speak.